طيب، والآن ندعو الأستاذ الدكتور طارق العسوي هيتكلم النهارده عن التوبركلوزس ان جيرياتريكس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اشكر دكتور ايمن على تقديمي، واشكر طبعا اخي واستاذي العزيز استاذ الدكتور ابراهيم محلاوي على الدعوه الكريمه بالحضور مع حضراتكم. الحقيقه لما دكتور ابراهيم اتكلمني على الالدرلي وممكن اختار ايه نتكلم عليها، فانا اتكلمت على التوبركلوزس. معرفش حضراتكم هل ملاحظين ان احنا بنلاحظ دلوقتي ان عدد الحالات بتاع التوبركلوزس رجع يزيد تاني، رجع يزيد حالات توبركلوزس تاني، ورجعت تزيد يمكن مش في الالدرلي بس، لا في اليونج والادلت هودز، ولقينا حالات الام دي ار بقت عنيفه جدا. فدي شكلها حاجه جلوبال، وكان مهم قوي ان احنا نفتح المجال او نتكلم عن الموضوع ده. يمكن دي الاجنده اللي انا هتكلم عليها النهارده: الانترودكشن الابيديميولوجي، الباسو فيسيولوجي، الدايجنوز تريتمنت، والاوتكم، والكونكلوجن بتاعنا في الاخر. بدايه التوبركلوزس واحد من الموست فريكوينت انفكشوس ديزيز الموجوده في الورلد. عاوز نتكلم ان يمكن الليتريتشر اللي انا جايب منها المحاضره كانت بتتكلم في 2019، وبنتكلم ان حوالي في 10 مليون بيرير بداوا يفول ان تي بي، وعندنا تقريبا 1.5 مليون بيضايب فروم تي بي اتش يير. طبعا في الالدرلي عندنا مشكله اكبر شويه في التعامل مع التوبركلوزس نتيجه للديبريشن او الكونديشن ديبريشن الموجوده عند الالدرلي ريليتد للايدج كوموربيديتي والبوتنشال انتر اكشنز اللي بتحصل ما بين الانتيبركلوز دراجز وكل الكرونيك ميديكيشنز اللي بياخدها العيان بتاعه. من الابيديميولوجي اللي احنا او ال WHO شافته في سنه 2019، لقينا ان تقريبا لقينا في الساوث ايست اسيا دي اكتر الاماكن اللي فيها توبركلوزس، حوالي 44%، 25% في افريكا، بعد كده يبدا يقل لحد ما يوصل لاقل معدل موجود في اوروبا 2.5%. لكن لقينا ان تقريبا في 8 دول، الثمان دول دول في اسيا وافريقيا فيهم تقريبا تلتين الحالات اللي موجودين في العالم كله، على راسهم الهند واندونيسيا وتشاينا وفلبين وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش وساوث افريكا. طبعا الحالات او الافكت بتاع الحالات اكتر احنا نعرفه ان هو بالنسبه للعدد الاكبر بالنسبه له بيبقى في الادلت هود، وبيبقى الرينج بتاع الايدج بتاعه دايما من اول 25 ل 54 سنه. لكن في الانفستيجيشن او الابيديميولوجي اللي اتعمل في الدبليو اتش او، لقينا ان في الايسترن ميديترينيان لقوا ان في الايدج بتاع التوبركلوزس بدا يبقى في البيك بتاعه اعلى من كده شويه، لقينا الايدج بتاعه اكتر من 65. قد يكون ان اللايف سبان بتاعه المنطقه دي اعلى من 65 بكتير، بتوصل هناك لحد 80 او 85 سنه، فعشان كده لقوا ان هناك لا، ان الايدج اللي معروف في العالم كله من 25 ل 54، لكن في الاريا دي بدا يبقى اكتر من 65 سنه. الدراج ريزيستنت، دراج ريزيستنت مفيش فرق كبير ما بين اليونج او الادلت هود والالدرلي، لكن بصوره عامه برضو احنا بنتكلم ان الام دي ار بيزيد في العالم. احنا في 2019 في 3.3% من النيو كيسز دول عندهم ام دي ار، وعندنا 17% من اللي هم بيحصل لهم ري اكتيفيشن دول عندهم ام دي ار. الباسو فيسيولوجي بتاعنا في التوبركلوزس بالنسبه للالدرلي طبعا هو بيعتمد على كذا حاجه حصلت في الايدجنج معانا، هنقولهم سريعا. طبعا هم دول حضراتكم قلتوهم بالتفصيل. احنا طبعا بيحصل عندنا ديكريز في الالاستيك ريكويل بتاعه اللنج، في الكومبلاينس بتاع الشيست وول، في السترينث بتاع الريسبيراتوري ماسلز، الاندر نيوتريشن، كالسيفيكيشنز كمان اللي بتحصل مع العيانين دول سواء على الشيب بتاع الشيست او الثوركس، الدورسال كايفوزس، الانتروبستيريو دايمتر، النيجاتيف افكت اللي بيحصل على الماسل فورس، كل ده بيقلل الكابيلتيز بتاعنا بتاعه ان احنا نعمل ريموفال لاي سكريشنز موجوده عندنا. ف
بجانب كمان اننا عندنا انسيدنس ان احتمال يحصل اسبيريشن لفلويد او سوليد في الالدرلي بيشنت. كل الاسباب دي خلت ان احنا بنفكر ان دول بيبقوا عرضه اكتر سواء على النيو كيسز او الاكتر بالنسبه للالدرلي احنا بنتكلم في ري اكتيفيشن اكتر. طبعا الريسك فاكتور كمان بنتكلم على الاميونيتي نفسها. لو بنتكلم على الاميونيتي احنا بنتكلم عن ان في ريديوس اوتبوت بالنسبه للنايف تي سيل من السايموس، وده امبيرد ابيليتي اوف رياكتيف تي سيلز كمان اللي موجوده، يعني احنا ما بننتجش كميه ونفس الوقت الجديد عندنا او الموجود عندنا ما بيشتغلش بشكل كويس. كمان عندنا حاجه اسمها الانفلاماتوري سايتوكاينز او الانفلام ايجنج، دي بتخلي في عندنا كريز ريسك كبير قوي من الاوكسيديشن او الاستريس اللي بيحصل في السيلز عندنا في الالدرلي بيشنت، فده بيحصل لهم اوكسيديتيف ستريس وكرونيك انفلاميشن وبيريديوس الفاجوسيتك كاباسيتي بتاعت النيتروفيلز والماكروفاج، ده بيقلل كمان او بيزود في معاها الاوكسجين سبيشيز الموجوده كتير نتيجه الاوكسيديتيف ستريس، فده بيدي فرصه اكبر ان يحصل اكتيفيشن او بيحصل سيرفايف للانتراسيلولار مايكوبكتيريوم تيوبركلوز او تيوبركلوز. الدايجنوزس بتاعنا مفيش حاجه في الهيستوري بتاعنا او في الكلينيكال نقدر نقول ان هي مختلفه في الالدرلي، لكن احنا عندنا بنتكلم ان هو دايما از بروجريسيف ديزيز، بيحصل اسرع، بيحصل معانا ديسكمفورت، الويت لوس، قف، ديسنيا، شيفرنج، فيفر، نايت سويت، في حاجات يعني دي حاجات كلها عامه موجوده في كله سواء اليانج او الالدرلي. كمان بيحصل ادفانسد وده يمكن اسرع شويه ان بيحصل فايبروزس معانا، وبيحصل اكتر الريتراكشن اللي بيحصل في الابر لوب، العيان يحصل له تراكيال شيفت اسهل كتير والفايبروزس يبقى اعنف كتير نتيجه للديفكت في الكالسيفيكيشن اللي احنا اتكلمنا عليه والكايفوزس اللي بيحصل والحاجات دي. طبعا الكوموربيديتيز اللي بتحصل مع العيان او في الدايجنوز بتاعنا ده بيعمل ماسكنج لينا كتير، لان في عيانين كتيره في الالدرلي هو عيان اصلا سي او بي دي بالنسبه لنا، فهو جاي اصلا بالسيمتومز بتاعته بتاعت السي او بي دي، فعشان كده بيعمل ماسكنج بالنسبه لنا، فبنبدا نفكر او احتماليه التيوبركلوزس لا ده غالبا من الديزيز بتاعته او ده من الاكسبريشن عندنا، عشان كده السي او بي دي بيتحط كديفرنشال دايجنوزس معاه. ويمكن الحاجه الاهم اللي بتتحط دايما كديفرنشال دايجنوزس اعتقد بتتحط رقم واحد مع التيوبركلوزس هي البرونكوجينيك كارسينوما. بنكمل قصه برضو الدايجنوزس وعلى مستوى الراديولوجي. طبعا الشيست اكس راي ملهاش دور واضح مع الالدرلي، احنا بنتكلم في السي تي، ويمكن السي تي لان في ليميتيشن معانا في الشيست راديوجراف مع الالدرلي نتيجه للبور انسبيريشن اللي بياخدوه، الاسوشيتد باثولوجي اللي موجود عنده والديفورميتيز اللي موجود عنده في الشيست وول، فمش هقدر احكم على الشيست اكس راي. بيظهر عندنا في بعض الاوقات في اتيبيكال برزنتيشن، ممكن العيان يظهر لنا بميدل لوب او ميدل لو او لوور لوب انفلتريت ماس لايك ليجن، وده اللي بيحطه في الديفرنشال ديجنوزس مع البرونكوجينيك كارسينوما بعد كده، وهي دي اللي بنخلينا نقول احتمال الماس ليجن دي او اللي احنا شايفينه ده يا اما برونكوجينيك كارسينوما او حتى نيمونيا. باقي الحاجات الميكروبيولوجي اللي احنا بنستخدمها للعينين دول سواء ان احنا بناخد منه سامبلز او حاجه، طبعا السامبلز صعبه جدا ان انا اخد سبيوتم من عيان الدرلي، عشان كده بلجا ان انا بعمل برونكوسكوبيك بايوبسي او البال عشان اعرف اخد العلاج بتاعه، لان مهم قوي ان انا احاول اشخص العيان بتاعي واشوف كمان السنسيتيفيتي بتاعته بالنسبه للدرجز اللي ياخدها، لان احنا هنتكلم سريعا برضو على التريتمنت واهميه كل تريتمنت مع العيان ده. بنكمل برضو ان احنا في عندنا لازم العيان بتاعنا نشوف الريفامبيسين ريزيستنت بتاعته والجين اكسبرت. محتاجين كمان في حاجه جديده موجوده دلوقتي ان احنا نعمل ديتكشن سيركيوليتنج سيل فري مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس دي ان اي. طبعا الحاجتين اللي قدام عندنا اللي هو التيوبركلين تيست والاجرا هم بيستخدموا للدايجنوزس طبعا وبيستخدموا يعني احد التولز بتاعتنا، لكن احنا من سن 65 بيبدا يحصل ويننج للاميون سيستم، فيبدا الحاجات دي بتدينا نيجاتيفيتي، فما اقدرش احكم 100% هي فعلا ده تيوبركلوزس ولا لا. هنيجي بالنسبه للتريتمنت، واحنا بنحط تريتمنت بعد ما حطينا الدايجنوزس وحطينا ان احنا لازم نعمل سنسيفتي بالنسبه للدراجز بتاعتنا، بنبدا نحط الكوموربيديتيز بتاعت العيان وكل الميديكيشنز اللي ممكن العيان ياخدها. من الحاجات الرئيسيه اللي احنا لازم نحطها معانا واحنا بنفكر، احنا بنفكر في حاجتين مهمين جدا على العيان بتاعنا، الريسك اوف هيباتايتس والرينال اكسكريشن معاه، هم دول الحاجتين اللي لازم نفكر فيهم كويس مع العيان بتاعنا.
على رأس الريسكو في هيباتيتس كان البيرازيناميد، والبيرازيناميد هم بيفير شوية ان هو يستخدم في الالدرلي، وفي ريجيم بتتحط بعيدا عن البيرازيناميد، عشان كده بدأوا يحطوا ريجيمين خالية من البيرازيناميد إلا لو أنا احتاجت البيرازيناميد في حاجة. فعشان كده الريجيمين بتاعنا دايما اللي بناخده في الإلدرلي اللي هم من 65 فيما فوق أو من 70 فيما فوق، بناخد دايما الأيزونايزايد والريفامبيسين والإسام بيتول، ويمكن بنمشي على الانتنسيف فيز دي ممكن up to 9 months عشان نوصل للعلاج بتاع العيان بتاعنا. لكن لو اضطرينا في الآخر إن أنا لازم أحط العيان بتاعي فورس دراج، يبقى أنا قداميش غير البيرازيناميد او الفلوروكينيلومز. طبعا الفارماكوكينيتكس مهم قوي ان انا اعرف العيان بتاعي والرينال اكسكريشنز بتاعته، هل هو العيان الرينال اكسكريشن بتاعته او كليرنس عنده من 30 ل 50 ما بحتاجش ادجستمنت، لكن لو اقل من 30 لازم احاول اعمل ادجستمنت، ويفضل في الوقت ده ان انا استخدم الانتي تبركلوس مانجمنت بتاعي عن طريق انتربتد كورس، مش لازم ياخد ديلي، ممكن ياخد كل يومين او 3 ايام في الاسبوع عشان احاول اقلل الايفكت اللي بيحصل بالنسبه للرينال اكسكريشن. حاجة مهمة تانية ان في بعض الحاجات او بعض الادوية في الانتيبيركلس هي انزيم انديوسر، وفي حاجات انزيم انهيبيتور، فدي لازم نحطها ان مايند لان العيان بتاعنا الالدرلي بياخد ميديكيشنز كتيرة، فلازم ابقى عارف وانا باخد حاجة زي الريفامبيسين العيان ده لازم اعمل زي الريفيجن على الدراجز بتاعته، خصوصا حاجة زي البنزودايزبين، السيمفاستاتين، الفرابميل، الوارفرين، دي حاجات هو العيان غالبا الالدري ماشي عليها، فانا لازم ابقى عارف ان انا لازم اعمل موديفيكيشن في الدوز بتاعتها. كمان في حاجة زي الايزونايزايد بيعمل بعض الانهيبيشن لبعض الدراجز او بيقلل الدراجز، محتاج ان انا اغير اعمل موديفيكيشن فيها زي الكاربوميزامين. الاوتكم بتاعنا هو احنا بنحط ثلاثة كاتيجوريز او ثلاثة تايبس من العينين اللي هم التوبركلوز الالدرلي. بناخد اول واحد اللي هو العين الفيجرس الالدرلي، ده اولد بيشنت لكن هو ديبندنت وصحته كويسة والكرونيك از كنترول او الكرونيك ديزيز. في عيان تاني عيان عنده listening of their ability to deal with stress no matter how small، وفي الاخر العيان الديبندنت. هم دول الثلاثة برزنتيشن اللي احنا ممكن نشوف بيهم الالدرلي واللي على اساسهم هنبدا نتعامل معاهم. طبعا احنا عندنا المهم اللي هم التو تايبس او التو برزنتيشن اللي هو الفريل الالدرلي او الديبندنت، هم دول اللي احنا متوقعين فيهم ان يبقى البروجريشن بتاعه اعلى كتير وان ده هيبقى المشكله اكبر عنده، وعشان كده ده اللي هيبقى معاه كوشن اكتر في العلاج بتاعه. العلاج طبعا لازم يبقى دايركت اوبزرف طبعا، لان احنا اتفقنا ان دول لازم لهم سبيشال سيتويشن في التعامل معاهم، فالدوتس طبعا هو المفروض هو اللي يستخدم بالنسبه لعلاج الالدرلي في الوقت ده. حاولوا بحاجه ثانيه ان هم يعملوا حاجه زي سمارت فون ابلكيشن ويتعاملوا فيه، بس قبلوا مشكله ثانيه ان انا سمارت فون مع الالدرلي في ناس ما بيعرفوش يستخدموه فكان صعب ان هو التعامل معاه. طبعا في بارادوكسيكال رياكشن بتحصل وبتحصل مع بعض دراجز ويحصل منها سيفير رياكشن، بس البارادوكسيكال رياكشن اللي بتحصل مع الانتيبيركلس لقوا ان هي ما فيش فرق بينها كبير سواء على مستوى الالدري او على مستوى اليانج. الكونكلوجن في الاخر ان احنا بنتكلم على انفكشوس ديزيز. انفكشوس ديزيز بيزيد في العالم، رجع يزيد تاني. العيان ده بيبقى عنده بوتنشال اسوشيتد تريتمنت بياخده الالدرلي سواء الكورتيكوسترويد او اميونوسابريسيف دراجز او انتي كانسر. الاتش اي في مهم قوي وده موجود في الابيديميولوجي بتاع الاتش الدبليو اتش او، ولازم نبقى ان مايند واحنا بنشوف الالدرلي بيشنت ان احنا بنعمل اتش اي في سكريننج للعيان بتاعنا. تمام. كمان التي بي از ان الدرلي از ا كومبلكس كومبايننج انيشال كونسترين اوف ريسبيريتو ايزوليشن وكونتاكت سكريننج، محتاج كومباينيشن اوف انتي تبركلس بوتنشالي ليست توكسيك وفي اقل منها دراج انتر اكشن. لازم احط ان مايند الاندر نيوتريشن والكوموربيديتي وكوجنيتيف ديس اوردرز اللي ممكن تحصل معاه. ثانك يو.